وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب نوني التوكيد: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. قوله ولم تقع خفيفة أي ولم تقع نون خفيفة. ولو قال ولم تقع خفيفة لكان المعنى ولم تقع النون خفيفة، لكن النون هنا سوف تصدق على النون الثقيلة وعلى الخفيفة، وهو يريد الخفيفة. طيب، أو يمكن أن يجوز أن يقال ولم تقع هذه النون من حيث الجملة خفيفة بعد الألف، ولم تقع خفيفة أي نون خفيفة بعد الألف لكن الذي وقع النون الشديدة. فبعد الألف ألف التثنية في مثل لا تفعلان كذا، لو قلت لا تفعلان اشتبهت علينا بنون الرفع، أصل هذا الفعل تفعلان تقرآن مثلا أو تهملان، قلت لا تهملان لا تهملاني، أثبتت النون التي هي كانت موجودة في صورتها موجودة في الرفع، لكن قد تقول هذه النون نون توكيد، ما الذي يدريني الآن؟ ولهذا من أجل هذا اللبس اجتنب النحويون هذا، لكن الصحيح أنه يجوز لكنه قليل جدا. وعليه قراءة ابن ذكوان: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فاحفظ هذه الآية أو هذا المثال لنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد أيضا الخفيفة التي بعد ألف. وابن مالك في العادة هو رجل أثري وظاهري ويتبع الآثار ويستشهد بها، سواء كانت من القراءات القرآنية أو كان أيضا من الحديث النبوي، لكنه هنا لم ينبه على هذا. ثم قال: وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. نحن نعرف كيف نؤكد الفعل الذي يدل على الواحد وعلى الذي يدل على الاثنين وكذلك الجماعة المذكرين، لكن كيف نؤكد الفعل الذي يكون فيه نون النسوة؟ فكيف نقول في مثل مثلا هل تضربنا، هل نقول هل تضربنن؟ أنا لم أجد أبدا مثالا ولا شاهدا ولا كلاما لأحد من المتقدمين، أنا أقصد يعني لا لم أجد هذه الصيغة التي ذكرها النحويون في هذا، وهو أن نأتي بألف فارقة فنقول هل تضربنني، هذا الكلام لم أجده في كلام العرب. فإن وجده أحد فهو قصور في البحث، إن وجده في كلام أحد المتقدمين أو حتى في الكلام النثري العادي وليس بشاهد شعري. والأصل هل تضربنن، لكنهم قالوا لتوالي الأمثال، كراهة توالي الأمثال في هذا. لكن طيب لماذا لم نكره في لا تبيننا وجئنا بثلاثة نونات، نون هذه والنون المشددة التي تنفك عن نونين؟ فإن قالوا إنها من الأصل نفس كذلك نفس يعني هي النون في لا تبيننا هي من أصل الفعل، لا إشكال في هذا. توالي الأمثال موجود، لكن على كل حال نحن نمشي على ما مضى عليه القول. فهذا هو معنى قوله وآلفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث، قبل زد فعلا قبل نون التوكيد، زد ألفا قبل نون التوكيد إذا كان ذلك الفعل مسندا إلى نون الإناث، وإلى اللقاء إن شاء الله.